أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للشعب والقيادة الفلسطينية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ولفت نصور حرص الأردن على تعزيز علاقته مع دولة فلسطين وفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في المجالات كافة. أكد شهود عيال لرؤيا أن مجهولين أقدموا ليلة الأربعاء الخميس على إحراق عدد من البنوك في محافظة معان، كما أعطبوا آلية تابعة لقوات الدرك عقب تجدد أعمال الشغب في المدينة التي تشهد منذ صباح الأربعاء تعزيزات أمنية واسعة. واستخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق محتجين عامدوا إلى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية والفرعية بالحجارة والإطارات المشتعلة. قال الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطرونة إن الحكومة توزعت قرابة 70 مليون دينار على المواطنين المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط دعم المحروقات، مؤكدا أن عملية صرف الدعم النقدي للمحروقات مستمرة حتى 30 من الشهر الحالي. بدأ قرابة 200 أسير إداري فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضراباً عن الطعام فجر اليوم احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري المفتوح دون محاكمات ولا بينات واضحة. وقال القيادي بحركة حماس في الضفة الغربية وصف قبها إن مصلحة السجون الإسرائيلية تقوم بعملية تنقلات واسعة للمعتقلين الإداريين في السجون، مشيراً إلى أنها لوحت بعزل العشرات منهم.